اليوم شباب رايحين نجرب نو كيد اسمه وش. بس شباب اقول لكم شيء، بلامي يعذروني، فشباب ما اقدر اتكلم واضح. شباب اليوم شباب في دنو كيد اسمه كيدر، هذا عنده واحدة جرون تقدر تاخذ دايموند وايرون وامرالد، يعني في اليوم راح نجربه نسق اوبي والله لا. فيلا شباب اعطوني دمص احلى تيميتس وان مستانس. انا صايصا راح احاول احصل لي الجرون، واكو عندي ياخذ اكون احد الناس. واو شيء نفسه واو. انا راح اخذ ديس دايموندز واو خلاص. انا راح اروح للعبة ناخذ ديس دايموندز واو 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 صدق واو. وعندي دانسر، هذا كيف يصير عندنا الهاي صدق اوبي واو شكل واجد حلو. وانا مالي يخص هذا وش بيصير له، احنا قتلنا الناس كله. شباب 3v1 احنا اكيد بنفوز. 3v1 احنا خلاص فايزين. 3v1 او ماي جاد 3v1 اوكي او ماي جاد. شباب طالعوا فقلت لكم الجراون، الجراون هو اوبي ما كذب عليكم، الجراون هو اوبي. وطو اجي من وين هصدت هذا الريج بليد يا حبيبي؟ والله وش علمني من وين احصد الريج بليد. بس يلا خلنا نروح عليهم ويلا بوم خلنا نروح نشوف. انا بروح اشوف هذا اوه قريب يخلص الوقت. خلنا نروح نشوف ريد بلوتي او ماي جود منو بس كسروها. اي عارف في واحد كسروها من السجن انا كسروها عقد الدرجة باذن. فشباب اقول لكم دلج راون هذا الجراون حد اوبي، دلج راون حد اوبي يعني شري حد. او ماي جاد في واحد من تيمنا عنده 36 قتل. او ماي جاد كفالك يعني عندي 8 قتل واو يعني واو. حطوا لايك اشتركوا اللي تحبون دلج راون، انا احبها واجد دلج راون. بابا عشان انا مش بربط.